تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني وتزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والغذائي وتوفير المستلزمات الدراسية، وشمل الدعم النقدي 107,000 أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية مجانا بالمحافظات بتكلفة 20 مليون جنيه، وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم 55,000 خدمة تعليمية للطلاب في قرى محافظات حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40,000 طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.